بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي كتاب؟ من يعرف؟ نعم، كتاب الأطعمة أي والأشربة، سواء ما يتعلق بالطعام أو الشراب. الشراب فمن لم يطعمه فليس منه، نعم، لأنه يطعم، كذلك الشراب. قلنا الأطعمة الرزق، رزق الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، حلال وحرام، أو رزق قبل هذا عام وخاص. الخاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والرزق الخاص إما حلال أو حرام. في الأطعمة هنا قلنا الطعام إما أن يكون حيوان أو غير حيوان، فالحيوان ينقسم إلى قسمين، حيوان البر وحيوان البحر. حيوان البحر الأصل فيه الإباحة والحل، إلا ما نعم يستخبث خبيث، وكذلك ميتة البحر حلال، إلا الضفدع على ما ذكرنا مثلا، والتمساح لأن له نار. أما حيوان البر فعندنا المحرمات، إذا عرفنا المحرمات غير هذا فهو حلال. كل ذي ناب من السباع، الأسد والفهد والكلب، كل ذي مخلب من الصيد يصيد به، كل ذي مخلب من الطير يصيد به كالصقر مثلا، نعم، والنسر. الثالث ما أمر بقتله أو نهي عن قتله. ما أمر بقتله الحية والعقرب والفأر، ما نهي عن قتله النملة والنحلة مثلا والهدهد والصرد، ما نص عليه الحمار الأهلي، خرج بهذا الحمار الوحشي المخطط، كذلك ما كان مستخبث خبيث كالجلالة التي تأكل الخبائث ولا تأكل الطيبات، يعني غالب الطعام لها هو الخبيث للطيب، وغير هذا حلال. الأنعام إبل وبقر وغنم والدجاج والخيل والأرانب والغزلان والضبع والضب والحمار الوحش، صحيح؟ أي نعم. طيب، أما الأشربة فالأصل في الحل، إلا ما كان مضر أو مسكر. مضر السم، مسكر خمر، نسأل الله السلامة والعافية. آداب الأكل والشرب، التسمية عند البدء، ويحمد الله عند الفراغ. الأكل باليمين وجوبا، يأكل مما يليه، يأكل من الأطراف ولا يأكل من الوسط، إلا إذا كان الطعام أنواع، مثل ما يصنع إخواننا جزاهم الله خير، يعني يصنع لنا صحن فيه سلطة، أنواع كثيرة، هل يصح أن آخذ من النوع الآخر؟ نعم، لا إشكال. يأكل ما سقط، لأنه لا يدري أين البركة، يلعق كذلك، يلعق الأصابع أو يلعقها،
يلعقها أو يلعقها لأولاده، معروفة، مفهوم؟ هذه الحبات الرز التي تسقط أحيانا، سئل عنها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ترمى؟ قال لا ترمى. قال ماذا أصنع؟ قال اتق الله. حبات الرز، قطع الخبز، محاسب أنت عنها. وغيره أن يعلم أن كل ما بهم من نعمة فهي من الله، وأن القوة لا تطلب إلا من الله. يجعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. يصح أن يأكل حتى يشبع أحيانا، نادر هذا، أما يجعل هذا ديدا ودائما لا. والمؤمن الكافر يأكل بسبعة أمعاء لا يشبع، نسأل الله السلامة عليه. صحيح؟ أي نعم، يصح أن يشبع أحيانا. الدليل قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لا أجد له مسلكا، يعني انتهى. وأكل الصحابة رضي الله عليهم من الحوت العنبر، قالوا فأكلنا منه حتى سمنا. نادر، أما يجعل دائم هم الأكل، سبحان الله. يأكل بثلاثة أصابع بيده اليمنى، أجلس. الذكاء قلنا تكون إما بالعقر أو بالذبح أو بالنحر، واشترط شروط. نعم سفيان. أن يكون الذابح المذكي مسلم أو كتاب يهودي أو نصراني، فلا صح ذبح المجوسي ولا الرافض ولا القبوري. صح؟ نعم. ويصح ذبح المرأة. نعم. وأن يكون بمحدد، يعني شيء له، يعني يستطيع القطع بسرعة، السكين، وإن كانت من بلاستيك فلا تصلح، العظم والظفر لا يذبح بها. أن ينهر الدم، لابد من خروج الدم، يقطع المري والحلقوم والوجين. وكذلك يذكر اسم الله، وإن نسي التسمية، نسي بسم الله، فهذه ميتة. ويقول الله أكبر استحبابا. لماذا؟ حتى لا تعظم في نفسه، وذكرنا هذا. خمس شهور؟ نعم. طيب، أما الصيد يعقر في أي مكان، وقلنا الصيد إما أن يكون بالآلات أو بالحيوانات. الحيوان، الصيد بالحيوان يشترط فيه أن يكون معلم. كيف نعرف أنه معلم؟ يسترسل إذا أرسل، تقول له انطلق بسم الله ينطلق، وينزجر إذا زجر، اجلس يجلس. وإذا أمسك لا يأكل، هذا عرف. فإذا ذكر اسم الله على الصيد، تعال هنا، إذا ذكر اسم الله على الصيد ولم يأكل فهذا فيه أنه صاد لصاحبه. نعم. الأيمان والنذور، ذكرنا في اليمين أن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغو
هذه لا شيء فيها، تجري مجرى الكلام، لا والله بلى والله. الثانية نسأل الله السلامة والعافية من غموس، كبيرة من كبائر الذنوب يقتطع بها حق امرئ مسلم. الثالثة اليمين المنعقدة، تنعقد قلنا بأمور أربعة، يمين منعقدة، أن ينوي، نبحث عن النية، نوى فهي منعقدة، أن يكون السبب قائم، خرج بهذا ما لو زال السبب. الثالث التعيين، أن يعين، خرج بهذا إن لم يعين. الرابع اللفظ، قلنا هل يساعد اللفظ في هذا أو لا بحسب اللفظ ما يتلفظ به. واليمين إذا كانت على غلبة الظن فليس فيها كفار، وإن تبين خلاف اليمين أقسم على غلبة الظن، مثل ما أقسم الرجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن فلا شيء عليه، أقسم على أمر ماضي، أقسم على ماضي، صادق فقد بر في قسمه، كاذب فهو آثم، وكفارة اليمين تكون على ما يستقبل، مفهوم؟ نعم. وذكرنا أيضا كفارة اليمين، وذكرنا كذلك النذر، قلنا نذر لله ونذر لغير الله شرك أكبر، ولا تنذر محرم، ولم ينذر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أتى بأركان الإسلام وباع واشترى وتزوج، ثم حصل بعد هذا طلاق وخلع، واعتدت المرأة وأكل وشرب، نعم تتوالى عليه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الآن كانت الخصومة بين الزوج والزوجة، الزوج وللزوجة، الإخوان، الأعمام، أقارب الزوجة، يبدأ الآن بالجنايات، غيري جنى وأنا المعذب فيكم، قال غيري جنى وأنا المعذب فيكم، جناية يتعدي إما على النفس أو على غير النفس، هذه الجناية، جناية إما على النفس أو على غير النفس على ما سيأتي معنا بإذن الله، مثلا في السرقة جناية وتعدي، الجناية على النفس. جناية على النفس، جناية على النفس، يقول أقسام القتل ثلاثة، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. قتل العمد أن ينوي القتل، أن يأتي بآلة تقتل في الغالب، أن يكون المقتول يعرف أن هذا المقتول معصوم، ثلاثة أشياء يسميه يعني البعض، يقول قتل مع سبق الإصرار والترصد، ينوي القتل، يأتي بآلة تقتل، ويعرف أن المقتول معصوم،
مسلم أو كتابي مثلا على ما سيأتي، ماذا عليه؟ عليه ومن يقتل، هذا في المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عقوبات خمسة. ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، معنى الآية عمد، فجزاؤه جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات. هل هو كافر في الدنيا كفر أكبر لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان وعلى خطر عظيم. نعم. لابد أن يتوب بشروط التوبة، هذا ما يتعلق بحق الله. يبقى معنا حق، عندنا حقوق ثلاثة تتعلق بالقاتل. كم حق؟ ثلاث حقوق: حق لله يستغفر ويتوب، وحق للمقتول، هذا يكون يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، هذا إذا تاب القاتل وأناب رجع إلى الله. يبقى معنا حق لمن؟ لأولياء المقتول، أهل المقتول، يطالبوا بالقصاص طبعا من السلطان، أو يأخذ الدية، أو فمن عفي له من أخيه. فمن عفي له من أخيه، سمى المقتول أخا للقاتل؟ نعم، أخوة إيمانية، وهذا دليل أنه لا يكفر. إما المطالبة بالقصاص من السلطان، أو الدية، أو العفو بالمجان، عفونا عنك، مفهوم؟ هذا القتل العمد، ينوي آلة تقتل، يأخذ مسدس سيف مثلا، آلة تقتل، حجر كبير صخرة، ها، ويرث بها رأس المقتول، تقتل أم لا؟ هي تقتل. الثاني قتل شبه عمد. الآلة هنا ليست آلة تقتل غالبا، وهو لا ينوي القتل في الأصل، ينوي التعدي عليه، نعم، لكن لم ينوي القتل، أو الآلة لا تقتل في الغالب، مفهوم؟ إذن ينوي التعدي عليه للقتل، والآلة في الغالب لا تقتل. طيب، هذا شبه العمد. في شبه العمد هنا عليه التوبة، وهنا لا قصاص، يعني لا يقتل، وإنما عليه الدية. طيب، يبقى معنا قتل الخطأ. قتل الخطأ لا ينوي القتل أصلا،
أراد خرج في الصيد وأراد أن يصيد الغزال وإذا به يصيد معصوم، فهذا قتل خطأ، لم ينوي القتل أصلا. طيب، بعد هذا ذكر المؤلف الدية. الدية في النفس إذا قتل معصوم ففيه 100 من الإبل، مفهوم؟ 100 من الإبل دية كاملة، صحيح؟ نعم. طيب، نأتي بأمثلة إن شاء الله. كل ما في الجسم، كل ما في الجسم منه شيء واحد ففيه دية كاملة. كل ما في الجسم فيه منه شيء واحد ففيه دية كاملة. من يعرف أشياء في الجسم واحدة واثنين وأربعة وخمسة ما يوجد وعشرة وأكثر؟ من يعرف فقط؟ سبحان يا إخواننا، أنا أسأل عن الجسم الآن، سبحان الله.